الشلال السادس والشلال الخامس هنا في جزيرة مروي قلب مملكة كوش من القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي. المملكة الأقوى والإمبراطورية الأوسع في زمانها والتي امتدت من البحر الأبيض المتوسط إلى قلب إفريقيا. المواقع الأثرية لجزيرة مروي تتكون من المدينة الملكية برمنغهام إفريقيا، معبد أغسطس، معبد أمون، معبد الشمس، ولكل معبد رواية. الحمام الروماني والحمام الملكي، مخلفات صهر الحديد لكثرة خام الحديد بها. هنا النجعة، عندما تتجمع المعابد، معبد الأسد، معبد آمون، الكشك الروماني، المصورات الصفراء، غرينتش، العالم القديم، وسر السور الكبير الذي حير العلماء بالنسبة لوظيفته. يعتقد البعض أنه كان مستخدما من قبل ملوك مروي لتدريب الأفيال على الحروب. إهرامات مروي البجراوية أكبر تجمع للإهرامات في العالم، هي مدافن ملوك وملكات مروي، ويفوق عددها 140 هرما، ولكل هرم حكاية. الإهرامات والمعابد والقصور والمناطق الصناعية شكلت المشهد السياسي والديني والاجتماعي والفني والتكنولوجي للإمبراطورية لأكثر من 1000 عام. تشهد هذه الهياكل المعمارية الأدلة على الإنتاج والتجارة، بما في ذلك السيراميك والحديد، على ثروة وقوة الدولة الكوشية التي تعد من أعظم الإمبراطوريات التي مرت على العالم. إنهم الكوشيون مهد الإنسان، وإنه السودان أصل الحضارة.